بسم الله الرحمن الرحيم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، ردا على المجازر التي تقوم بها عصابات الأسد الدموية، ووفاء لدماء الشهداء التي أريقت في سبيل الحرية، وانتقاما لكل طفل صغير ولكل يتيم وأرملة وشيخ وقع ضحية هذا النظام الغاشم الذي قتل